بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلاب الصف التاسع، معكم الأستاذ محمود الفيومي من أكاديمية مدارس ورؤى الفاروق. درسنا اليوم بيتحدث عن الحركة في خط مستقيم بسرعة ثابتة. راح اليوم نتحدث عن الجزء الثاني من هذا الدرس بعد ما تحدثنا في الجزء الأول في الحصة السابقة عن درس الحركة واستذكرنا مع بعض أشكال الحركة ومفهومها. ببداية الدرس راح أطلع أطرح عليك بعض الأسئلة، مطلوب منك إنك أنت تفكر فيها وتجاوبها معي أثناء مشاهدتك لهذا الفيديو. بحكي لك هو ما الرابط بين هاتين الصورتين، يعني صورة الطائرة وصورة الجمل. أنت أكيد أول ما تشوف هذول الصورتين راح تبادر لذهنك إنه هذول الثنتين هما عبارة عن وسيلة نقل، لكن هل سرعتهم واحدة؟ هل حركتهم واحدة؟ أكيد لا يا أستاذ، لأن الطائرة أسرع من الجمل. الطائرة تقطع مسافة أكبر من الجمل في زمن أقل من زمن الجمل. إذا من هاي المدخل نقدر إحنا هون نتعرف على المفاهيم اللي حكينا عنها في بداية الدرس السابق، وكنا نحكي عن مفهوم الحركة والسرعة الثابتة في خط مستقيم. برضه هون في كمان سؤال بيحكي لك اي هاتين الدراجتين اسرع ولماذا؟ ليش؟ يعني هذول الثنتين فيهم وحده اسرع وليش بدك تحكي لي السبب؟ ببساطه يا استاذ بحكي انه هون الدراجه الناريه مزوده بمحرك فتكون قوتها اكبر من الدراجه الهوائيه اللي انت بدك تكون بمثابه المحرك لما بدك تدعس على البدلات، فبالتالي هاي بتكون اسرع لانها بتقطع مسافات كبيره في زمن قليل، بينما هاي بتكون ابطا كسرعه من الدراجه الناريه لانه انت بتتحكم فيها، فقوتها مش كبيره زي الدراجه الناريه لان هاي مزوده بمحرك وهاي محركها خلينا نحكي يدوي انت بتتحكم فيه. انا هون بهمني مفهوم السرعه، يعني شو جسم اسرع من جسم؟ يعني مفهوم السرعة هون بده يتجسد انه الجسم اللي بيقطع المسافة بزمن اقل هو اسرع من الجسم اللي بيقطعها بزمن اكبر، ومن هون بندخل في عنوان الدرس واللي هو الحركة. تحدثنا عنها بالحصة الماضية، حكينا هي الانتقال من موقع لاخر ويلازمه تغير في الزمن، يعني انا عشان انتقل من الموقع الف هو نقطة البداية الى الموقع باء او موقع دال أو موقع جيم نقطة النهاية راح يلزمني زمن. هاي عملية كاملة هي الانتقال من موقع لآخر مع التغير في الزمن، نطلق عليها مفهوم الحركة. لاحظ بالصورة اللي أمامك حركة سيارة في مدينة الملاهي. السؤال بيحكي لك تخيل أنك داخل السيارة الآن وبدأت بالانزلاق للمنحدر، بماذا تشعر عندما تصل لأخفض نقطة؟ يعني انت لما تكون في المنطقة هاي تنزل السيارة في اخفض نقطة، شو تتوقع؟ شو ممكن تلاحظ انت هون؟ اكيد انا راح الاحظ في تغير في ايش؟ في حركة السيارة اللي انا راكب فيها، تغير في سرعتها وتغير في طاقتها. يعني هون ممكن تكون سرعتها بطيئة، بعدين لما تنزل على المنحدر بدها تكون ايش؟ بشكل اسرع لحد ما تروح تصعد تدخل الى المنحنى الثاني وهكذا. اذا هون راح يكون في عندي ايش؟ تغير في الحركه والسرعه. طيب هذا الحكي بشو بفيدني في الدرس؟ درسنا اليوم احنا بيحكي حكينا عن السرعه. حتى نستطيع وصف سرعه، السؤال بيحكي حتى نستطيع وصف سرعه لابد ان تعرف او ان نعرف شيئين عن حركتها، ما هما؟ يعني انا بدي اخليك توصف سرعه سياره ماشيه. شو العوامل اللي انت بتخليك تقدر توصف هاي السرعه؟ يعني اول شيء راح تسالني انت يا استاذ كيف هاي السياره بتتحرك؟ شو السرعه تاعتها؟ طب انا بدي السرعه. اذا باجي بسالك شو؟ قلت طيب هون المسافه اللي قطعتها السياره اكم كانت يا استاذ؟ والزمن اللي احتاجته السياره عشان تقطعها. اذا هون انا لما بدي اوصف سرعه جسم بدي اشوف زمنه واشوف مسافته، كما هو موضح في الشكل بيحكي لك العوامل المؤثرة بالسرعة. يعني العوامل اللي بتتأثر فيهم السرعة، واحد الزمن. ليش يا أستاذ؟ لأنه كل ما قل الزمن في قطع المسافة اللي هي العامل الثاني راح تكون السرعة شو مالها؟ أكبر. يعني هون
انا بالسرعه بعتمد على عاملين عشان اقدر اوصف سرعه الجسم، واحد اللي هو الزمن واثنين المسافه كما هو موضح بالشكل. هون معطيني مثلا سياره بتتحرك على شارع مسافه بتقطعها 8 كيلو، وهون الزمن كان مثلا واحد ساعه او نصف ساعه. اذا هذول العاملين بيساعدوني اوصف سرعه هاي السياره. فلو هاي السيارة قطعت الثمانية كيلو متر في 10 دقائق واجت سيارة ثانية وقطعت الثمانية كيلو في 20 دقيقة، مين بتكون اسرع، السيارة الاولى ام الثانية؟ ممتاز، اكيد السيارة الاولى لانها احتاجت زمن اقل. اذا السرعة بتتأثر في الزمن وبتتأثر في المسافة. ومن هون نقدر احنا نستنتج شو يا استاذ؟ نقدر نستنتج تعريف للسرعة. انت هسه الان فكر شو هو تعريف السرعة يا استاذ، بعد ما تعرفت انت على العوامل اللي بتأثر فيها راح توجد انه مفهوم السرعة هو ايش. ممتاز، السرعة هي معدل المسافة الذي يقطعها الجسم خلال زمن حركته، يعني قديش بيقطع مسافة خلال زمن الحركة بتكون هاي هي سرعة الجسم. إذا مفهوم السرعة هي معدل المسافة الذي يقطعها الجسم خلال زمن حركته. طيب بحكي لك هون، لكن غالبا سرعة السيارة أو الدراجة لا تكون ثابتة حيث أنها تزداد أو تتباطأ عدة مرات خلال الزمن، لذلك نقوم بحساب السرعة المتوسطة. إحنا حكينا السرعة في بداية الدرس بدها تكون معنا ثابتة. طيب إذا تغيرت السرعة أصبح هون عندي مفهوم شو؟ السرعة المتوسطة. ممكن هاي السيارة تكون ماشية في طريق مزدحم فسرعتها راح تزداد وراح تتباطأ تبعا لهذا الطريق اللي بتمشي عليه. ومن هون بدخل في مفهوم السرعة المتوسطة. وما هي السرعة المتوسطة يا أستاذ؟ السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية، كل المسافة التي يقطعها الجسم مقسومة على الزمن الكلي اللي بيحتاجه الجسم عشان يقطع هاي المسافة. إذا مفهوم السرعة المتوسطة هو المسافة الكلية التي يقطعها الجسم مقسومة على الزمن الكلي. سؤال، بناء على ما سبق استنتج قانون حساب السرعة المتوسطة. يعني أنا عرفتك على مفهوم السرعة وحكيت لك العوامل اللي بتتأثر فيها السرعة. شو قانون السرعة بده يكون يا أستاذ؟ شو بتتوقع يكون قانون السرعة؟ قانون حساب السرعة المتوسطة هو المسافة الكلية على الزمن الكلي. احنا قلنا بتتأثر السرعة في عاملين اللي هم المسافة الكلية والزمن الكلي. طيب عشان اقدر احسب السرعة هاي المتوسطة بقسم المسافة الكلية اللي قطعها الجسم على مين؟ على الزمن الكلي. ومعادلة السرعة شو بتحكي لي؟ انه السرعة المتوسطة بتساوي المسافة المقطوعة على زمن الحركة، وبالاختصارات عين السرعة بتساوي فا المسافة على زين الزمن. وبهيك احنا بنكون استنتجنا مع بعض مفهومين اللي هم مفهوم السرعة المتوسطة ومفهوم السرعة، ومن خلال فهمنا لهذول المفهومين قدرنا نستنتج او نشتق القانون الحسابي او القانون الرياضي لمعادلة السرعة، وهي تساوي المسافة المقطوعة على زمن الحركة. بحكي لك اذا كانت وحدات المسافة هي متر أو كيلومتر، يعني المسافات ممكن أقيسها بالمتر زي المسافات الصغيرة أو المسافات الكبيرة. يعني لو أنا بدي أوصف المسافة بيني وبين زميلي داخل الصف بحكي بيبعد عني 4 متر لأن وحدة قياس مناسبة. بينما لما أحكي المسافة بين عمان ومحافظة العقبة بحكي المسافة مثلا 300 كيلو متر. ممتاز، وإذا كانت وحدة الزمن هي الثانية أو الساعة استنتج وحدة السرعة. يلا اشتق وحدة السرعة، هذا الحكي أخذناه بالوحدة الأولى عين. ايش كانت تساوي؟ فا على زين عين بتساوي فا على زين. فا بايش كنت اقيسها انا؟ بقيسها بمتر صح؟ والزمن بقيسه بشو؟ في الثانية. اذا وحدة قياس السرعة ايش ممكن تطلع؟ متر على ثانية او شو؟ او كيلو متر على الساعة. اذا من هون احنا بنقدر نستنتج شو؟ وحدة السرعة، وهذا الحكي مر معنا في الوحدة الأولى، وبالتالي وحدة السرعة ممكن تكون متر لكل ثانية أو كيلو متر في الساعة، وهذا بيرجع لي حسابا على شو؟ حسب النظام العالمي احنا بنقيسها بالمتر لكل ثانية. طيب كيلو متر لكل ساعة هي بادئة صح؟
كيلومتر لكل ساعة بالباديات، هاي بتعبر عن المسافات بتكون كبيرة زي ما حكينا المسافات بين المحافظات. طيب نشوف سؤال تطبيق حسابي على السرعة. في الشكل اللي أمامك بحكي لي في سباق الجري قطع المتسابق الأول مضمار السباق الذي يبلغ طوله 100 متر في زمن قدره 10 ثواني، احسب السرعة. شو هون يا أستاذ حكالي؟ حكالي بده السرعة. طيب بناء على شو أنا بدي أحدد السرعة؟ بحكي لي إنه هذا المتسابق قطع مضمار السباق الذي طوله، إيش الطول هون؟ هي المسافة. إذا فاء كم كانت تساوي؟ 100 متر. وهي الوحدة، يعني المسافة بنقيسها هنا بإيش؟ بالمتر. إذا 100 متر كانت المسافة والزمن كان كم؟ 10 ثواني. إذا نثبت هذول، فاء بتساوي 100 متر وزين بتساوي 10 ثواني. شو المطلوب؟ المطلوب عين السرعة. ببساطة باجي أنا إيش بسوي؟ بطبق قانون السرعة بعد ما أنا طلعت المعطيات وبحكي له إنه السرعة بتساوي المسافة تقسيم الزمن. السرعة هذا المتسابق بدها تكون مسافته 100 متر اللي قطعهم خلال الجري مقسومة على الزمن اللي احتاجه خلال الجري عشان يقطع هاي المسافة اللي هم 10 ثواني، وبتطلع هون سرعته 10 متر في الثانية. شو يعني 10 متر في الثانية يا أستاذ؟ أنا بحكي لك شو يعني 10 متر في الثانية، يعني هو في كل ثانية كان بيقطع 10 متر خلال الجري، واضح؟ إذا كل ثانية كان بيقطع 10 متر، وبالتالي تكون سرعته 100 متر إلى كل ثانية. طيب نشوف مثال آخر على هذا الموضوع. في الصورة اللي أمامك سائق في دراجة نارية بيقطع مسافة كم مقدارها؟ بقطع مسافة مقدارها 9 كيلو متر في نصف ساعة، ما مقدار سرعة الدراجة المتوسطة؟ وهون حط خط تحت المتوسطة، ليش حكينا السرعة المتوسطة؟ اتذكر حكيتها في بداية الدرس. ممتاز، لأنه هاي حركة الدراجة أو السيارة بالغالب ما بتكون ثابتة، ممكن تتزايد وممكن تتباطأ تبعاً للمسار اللي هو ماشي فيه، فبالتالي هون بطلب أنا السرعة المتوسطة. طيب هون برضه شو حكالي؟ حكالي المسافة كانت بتساوي 9 كيلو، ولاحظ هون غير الوحدة، أعطاني إياها بالكيلو لأنه هون مسافة كبيرة، وبالتالي لما بده يستخدم الكيلو إجباري يستخدم معها إيش؟ الساعة، بادئات هذول، كيلو بادئة، والساعة بالنسبة للزمن لأنه نحن بنقيسه بالنظام العالمي بالثانية هي بادئة، إذا هون استخدم 9 كيلو في نصف ساعة، بحكي لي شو مقدار سرعة هاي الدراجة؟ الحل نحكي له انه السرعة بتساوي المسافة على الزمن، حيث انه كانت المسافة 9 والزمن نص ساعة، 9 تقسيم نص تساوي 18 كيلو متر في الساعة. اذا هون انا استخدمت وحدة مناسبة ايضا لكيلو متر في الساعة، بناء على شو؟ بناء على حسب ما هو اعطاني. معلومة او حقيقة طريفة، بحكي لك اسرع قطار في العالم اليوم موجود في اليابان، وتصل سرعته إلى 552 كيلو متر في الساعة. ونرجع نفسر إنه 552 كيلو متر سرعة القطار، يعني هذا القطار بقطع 552 كيلو متر في كل ساعة، يعني لو بدي يروح على محافظة بعيدة عنه 550 كيلو بيوصلها بأكم؟ في ساعة واحدة. طيب هل تعرف ما الموجود في الصورة؟ أكيد كلنا بنعرفه. شو هو هذا الموجود بالصورة يا أستاذ؟ الموجود بالصورة عداد السرعة في السيارة، يعطي مقياس للسرعة اللحظية للسائق. واضح؟ هون دخلنا في مفهوم آخر وهو السرعة اللحظية، يعني أنت أول ما تطلع في اللحظة هاي تطلع على هذا العداد، يعني أنت قاعد بالسوق وطلعت هون بالضبط على العداد، راح تلاقي إيش؟ إنه السرعة في هاي الحالة كم كانت؟ بين 98 عند النصف، إذا هون كانت السرعة 85، وهون إيش بحكي لك؟ كيلومتر بير أور، يعني كيلومتر في الساعة. إذا في هاي اللحظة أول ما هو اطلع على العداد في هاي اللحظة لحظياً كانت سرعة السيارة 85 طبعاً كيلو متر في شو؟ في الساعة. طبعاً من وين جبت هاي الوحدة؟ بناءً على العداد الموجود عندي هون، حكالي 85 كيلو متر فاصلة 8 في الساعة. إذا عندي هون مقياس للسرعة التدريجات هاي اللي هم من 20 ل 150، وفي عندي هون مقياس المسافة. طيب هذا الحكي شو بفيدني؟ بفيدني في الاستدلال على مفهوم السرعة اللحظية. إذا هون السؤال بحكي لي عرف السرعة اللحظية.
شو يعني سرعة لحظية يا أستاذ؟ أنا شو قلت لك في بداية الصورة؟ حكيت لك إنه هون لحظياً أول ما طلعت على العداد كانت سرعته 85.8 كيلومتر في الساعة. طب بعد شوي لو شديت أنا سرعتي زدتها راح تلاقيها 100. إذا هي بتتغير تبعاً للحظة اللي أنت بترصد فيها السرعة. ومن هون بنقدر نستنتج السرعة اللحظية، وبنحكي أن السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة. يعني أنت شغل مثلاً ساعتك الإيقاف بعد 20 ثانية تعالي سرعة السيارة، طلع العداد بتلاقيها 20 كيلومتر في الساعة، بعد 20 ثانية تلاقيها صارت 40 كيلومتر، بعد 30 ثانية. إذا هون هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة، تتغير حسب اللحظة اللي أنت بدك توصل فيها سرعة السيارة. ومن هون في عندي السؤال الذهبي. يعني هذا السؤال بدك أنت تربط فيه متى تتساوى السرعة المتوسطة مع السرعة اللحظية؟ يعني السرعة المتوسطة اللي هي بتتغير بناء على المسار اللي كنت انت ماشي فيه سواء بسيارة او بدراجة، متى بتتساوى مع السرعة اللحظية؟ تتساوى السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية عند ثبات السرعة. يعني انا لما امشي بسرعة ثابتة، الا انت لما تثبت سرعة السيارة على 100 كيلومتر في الساعة وتسيبها ثابتة، وقت ما تتطلع انت بعد 10 ثواني، بعد 20 ثانية، بعد 30 ثانية، راح تلاقيها ايش؟ نفس السرعة 100 كيلومتر لكل ساعة. إذا تتساوى السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية عندما تثبت السرعة، وهو أصلا عنوان درسنا حركة في خط مستقيم بسرعة ثابتة. يعني لما تكون السرعة ثابتة بتكون السرعة القياسية هي نفسها مين؟ السرعة اللحظية، وبتساوي مع بعض عند هاي اللحظة. يعني أشرح لك الموضوع أكثر. أنت ثبتت سرعة السيارة عند 100 كيلومتر في الساعة، كانت مثلا هون الساعة معك على التوقيت ساعة الإيقاف 10 ثواني، خلي هاي الساعة تعد بعد 20 ثانية برضه راح تلاقي السرعة كم؟ 100 كيلومتر في الساعة. بعد 30 ثانية برضه راح تلاقيها 100 كيلومتر في الساعة. هاي الوقت اللي انت بترصد فيه طبعا، مش سرعة السيارة، مش زمنها. يعني انت قاعد بترصد السيارة بعد ما ثبتت سرعتها بعد 10 ثواني قديش صار؟ ما هي ثابت السرعة يا أستاذ، ظلت 100. بعد 20 ثانية ظلت 100، بعد 30 ثانية برضو ظلت 100. إذا بتساوى السرعة اللحظية مع السرعة المتوسطة عند ثبات السرعة. في الشكل التالي بحكي لك تحركت سيارة بسرعة 120 كيلو في الساعة متجهة نحو الشمال، هل تعرف ما نوع هذه السرعة؟ تتذكروا امبارح لما اخذنا مفهوم المسافة والإزاحة، كنا نحكي المسافة هي المسار الكلي للجسم وهي كمية قياسية بس بلزمني فيها مقدار المسافة، بينما الإزاحة هي أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية. إذا لما أنا استخدمت الإزاحة واستخدمت المسافة، إذا استخدمت المسافة بده يطلع معي سرعة متوسطة قياسية لأن أنا استخدمت كمية قياسية. طب لما استخدمت إزاحة، حكيت الإزاحة بين عماد وإربد مثلا 100 كيلو نحو الشمال، مش إربد بالشمال. إذا أنا هون شو استخدمت؟ حكيت الإزاحة بين عمان وإربد أو المسافة بين عمان وإربد 100 كيلو، حددت نحو الشمال. طب لما السرعة تكون نحو الشمال، فبهاي الحالة بيكون اسم السرعة إيش؟ السرعة المتجهة. يعني هي هاي بتكون سرعة وباتجاه معين. يعني هون السرعة شو قال لي؟ نحو الشمال، ممكن يقول لي نحو الجنوب، نحو الشرق، نحو الغرب. إذا من هون بنستنتج معنا إنه هاي السرعة اللي بستخدم فيها مقدار واتجاه، المقدار كان هو 120 والاتجاه كان الشمال، نسميها السرعة المتجهة. إذا ما السرعة المتجهة؟ السرعة المتجهة تساوي الإزاحة على الزمن. إذا السرعة القياسية كانت المسافة على الزمن، السرعة المتجهة كانت الإزاحة على الزمن، حيث أن الإزاحة برضو كمية متجهة. يعني 5 متر نحو الشمال بتكون السرعة مثلا 5 متر في الثانية نحو الشمال. السرعة المتجهة هي مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته. إذا هاي تعريف السرعة المتجهة، هي مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته. بينما السرعة القياسية المتوسطة كانت هي مقدار سرعة الجسم خلال الزمن، هون هي مقدار سرعة الجسم خلال الزمن مع اتجاه الحركة، وبالتالي سميت متجهة لأنه هون دخلنا مفهوم الاتجاه، وهون بنستخدم الإزاحة وليس المسافة.
اذا هو ما الفرق بين السرعه اللحظيه والسرعه المتوسطه؟ نحكي انه السرعه اللحظيه كانت عندي عند لحظه معينه، اذا هاي عند لحظه، السرعه المتوسطه بتكون المسار الكلي المسافه على الزمن، يعني كل المسار الكلي اللي قطعه خلال وحده الزمن. اذا الفرق بين السرعه المتوسطه والسرعه اللحظيه هو ايش يا استاذ كان؟ السرعه اللحظيه هي السرعه عند لحظه محدده، اما السرعه المتوسطه فهي السرعه خلال فتره زمنيه محدده كامله، يعني كل الفتره الزمنيه. اذا هاي اللحظيه عند سرعه معينه او عند لحظه معينه، والمتوسطه بتكون السرعه خلال فتره زمنيه محدده. طيب كيف تحسب المسافه؟ تعلمنا هذا في درس امبارح اصلا. المسافه بناء على قانون السرعه بتساوي السرعه المتوسطه ضرب الزمن. كيف اتينا بهاي العلاقه؟ كنا نحكي انه عين بتساوي فا على زين. طيب فا لحالها ايش بتساوي؟ بتساوي عين ضرب زين. اذا المسافة بتساوي لي فا بتساوي عين في المتر لكل ثانية كما موضح، ضرب شو؟ ضرب الزمن بالثانية. إذا هاي هي معادلة المسافة. إذا سيارة تسير بسرعة 105 كيلو متر في الساعة، كم تقطع كيلو متر خلال 4 ساعات؟ إذا هون أعطاني السرعة 105 كيلو متر لكل ساعة، كم تقطع خلال زمن مقداره 4 ساعات؟ أعطاني الزمن وأعطاني شو؟ السرعة. شو بده هو؟ كم تقطع كيلو متر؟ يعني إيش بده؟ بده المسافة. إذا نيجي نحل هذا السؤال مع بعض. المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. المسافة 105 ضرب 4 ساعات وتساوي 420 كيلو. يعني هذا الشخص اللي كان موجود في هاي السيارة قطع مسافة مقدارها 420 كيلو لما تحرك بسرعة 105 خلال 4 ساعات. وآخر سؤال في هذا الدرس بيحكي لك احسب المسافة التي تقطعها طائرة خلال 3 ساعات بسرعة متوسطة مقدارها 480 كيلو. إذا هون بدي المسافة، يعني هاي الطائرة لما تطير مدة زمنية مقدارها 3 ساعات، إذا هاي أول معطى الزمن أعطاني إياه 3 ساعات، وكانت ماشية بسرعة متوسطة 480 كيلو متر، شو طلب؟ طلب المسافة. إذا من هون بنيجي بنحكي له إنه المسافة حسب معادلة المسافة شو بتساوي؟ تساوي السرعة ضرب الزمن، حيث أن المسافة تساوي 480 ضرب 3، 480 كيلو متر في الساعة خلال 3 ساعات، إذا هو قطع 1440 كيلو متر، وهي هي المسافة التي قطعتها الطائرة خلال هذه الوحدة الزمنية. إذا هيك بنكون أنهينا الجزء الثاني من هذا الدرس. الدرس اللي بعده إن شاء الله راح نتعلم كيف نطلع السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة، وكيف نربط بين الموقع اللي هو المكان أو المسافة مع الزمن بيانيا في معادلة خط الميل المستقيم. وإن شاء الله بنشوفكم بالحصة القادمة.